مشاهدينا الكرام أو في الأولى مساء الأنوار أهلا وسهلا بكم لميزة الوضع الجوي اليوم هو ارتفاع تفيف في درجات الحراره كلنا استبشرنا بانخفاض درجات الحراره اللي يميز تقريبا نهايه الاسبوع المنقضي وحتى ال 24 ساعه الفارطه والارقام اللي سجلناها اليوم كانت من بين 26 ل 30 بالمناطق الساحليه وبالمرتفعات اليوم سجلنا ايضا 30 بتونس العاصمه كانت ما بين 30 ل 34 ببقيه مناطق البلاد واللي ايضا الوضع الجوي هو تقلص حده وفعاليه الرياح واللي طلبت منا كل اليقظه والحذر خلال نهايه الاسبوع مع تراجع الفوارق الحركيه حاله سماء كما لاحظوا من خلال تسلسل لسوار القمر الاصطناعي كانت سافية إلى قليل سحب على كامل البلاد وكنا نشوف تأثيرات المرتفعات الجوية بأغلب المناطق وتقريبا ليلة تواصل الطقس سافي إلى قليل سحب درجات الحرارة تتراوح من بين 18 إلى 22 درجة بالشمال وبالوسط وأرقام أعلى نسبيا بالجنوب تكون من بين 22 إلى 26 درجة يوم الغد ان شاء الله طقس اجمالا في استقرار ممكن يكون صافي الى قليل سحب على كامل البلاد وارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحراره وتقريبا الارقام اللي يتوقعوها تكون في حدود 33 درجه في تونس الكبرى 35 في زغوان 32 بنابل ببنزرت 36 ببجا، 38 بجندوبه مهبوب رياح شيلي 36 بالكاف وبسليانة بمناطق الوسط في حدود 36 بالقيروان بجهه الساحل سوسه والمنستير 31 30, 30 بالمهديه 34 بسيدي بوزيد 33 القاصرين وبمناطق الجنوب في حدود 32 بصفاقس وبجابة 37 بمدنين مع ظهورها شيلي 35 بتطاوين برماده 37 بأقصى الجنوب بقبلي بتوزر بقفسه الحرقوس وفي في حدود 35، الريح تكون في اغلبها ضعيفه الى معتدله وقويه باقصى الشمال الغربي وتتطلب منا نصيب من التاهب واليقظه. بالنسبه للملاحه والسيد البحري كما لاحظوا الرياح تكون اساسا من القطاع الشرقي بالشمال الشرقيه الى الشماليه الشرقيه سرعتها من 15 الى 25 عقده، تصل مؤقتا الى 30 بمنطقه البحر يكون مضطرب الى شديد الاضطراب بمنطقه سيرات وقليل الاضطراب فمضطرب بخليج تونس بالنسبه لخليج حمامات وبجهه الساحل رياح تكون شماليه غربيه ثم تتنقل لتكون جنوبيه شرقيه سرعتها من 15 الى 20 عقده البحر يكون قليل الاضطراب الى مضطرب وبمنطقتي الشابه وجربه وصولا الى جرجيس يتواصل هبوب برياح من القطاع الشرقي جنوبيه شرقيه الى شماليه شرقيه سرعتها كما لاحظت تكون ما بين 10 الى 15 عقده وتتقوى فعاليتها تدريجيا بعد الظهر تتراوح من بين 15 الى 25 عقده والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب كالعاده المدن فكره حول حاله الطقس ببعض المدن والعواصم الاجنبيه حراره مرتفعه بنقصه 41 درجه طقس معتدل بريبات 24 25 بالدار البيضاء سماء صافيه بالجزائر والحراره تكون في حدود 33 بطرابلس 30 37 بالقاهره وبالنسبه للمدينه المنوره 46 بمكة المكرمة 44 درجة ببقية المدن العربية تتواصل الحرارة أيضا مرتفعة بالكويت 48 42 بالدوحة سماء صافية بأبو ظبي بدمشق 41 37 بعمان 28 ببيروت 49 ببغداد مع رطوبة عالية و32 درجة بالقدس الشريف ببقية المدن الأجنبية بإسطنبول ممكن ظهور سحب عبرة 27 درجة 32 بأثينا سماء صافية 33 بفيينا أمطار بموسكو وببرلين 19 34 بروما 23 بأمستردام و20 ب كوبنهاجن ببقية المدن الاوروبيه بلندن سحب كثيفة مع أمطار 27-19 بستوكهولم 30 بباريس 31 بجنيف 28 بمرسيليا 27 ببروكسل 36 بمدريد وبلشبونة بعض السحب والحرارة في أواسط العشرينات تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة كما لاحظوا مازال الارتفاع النسبي فيما يخص درجات الحرارة يميز الوضع الجوي يوم الخميس نتيجة لتدفق رياح من القطاع الجنوبي كما لاحظوا بالشمال وبالوسط ولتكون شرقية بمناطق الجنوب قوية نسبيا بالسواحل الشمالية ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات راح يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية للبلاد تتواصل السماء عامة قليلة السحب والحرارة القصوى نتوقع بسكون من بين 31 إلى 35 درجة بالسواحل الشرقية وأعلى ببقية الجهات أرقام ممكن تكون من بين 35 إلى 39 درجة مهبوب هبوب رياح الشهيلي محليا يوم الجمعة تتواصل الرياح في أغلبها من القطاع الجنوبي قوية نسبيا بالسواحل الشمالية ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق البحرية يتواصل مضطربا بالشمال قليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية تقسي يتواصل عامة قليل السحب وارتفاع ارتفاع طفيف مرتقب ايضا فيما يخص درجات الحراره، قبل ما ندعوكم نذكركم بمعيد الشروق والغروب ليوم الغد، شروق الشمس باذن الله يكون في الساعه الخامسه وخمس دقائق، غروبها في الساعه السابعه و واربعين دقيقه، لمزيد من المعلومات والارشادات عنوان وحيد المعهد الوطني لرصد الجو تنجم تزوروا الموقع الخاص www.pometeo.in تبعثوا رساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 شكرا على حسن متابعة والاهتمام إلى اللقاء